يرن الهاتف في مكتب رئيس الوزراء البريطاني. المكالمة قادمة من خط آمن وسري. على الطرف الآخر من السماعة هذا الرجل، السير إدوارد يونغ، السكرتير الخاص للملكة إليزابيث. سيقول السير إدوارد: جسر لندن قد سقط، معلناً بذلك وفاة الملكة إليزابيث وبداية تنفيذ خطة جسر لندن. السيناريو السابق جزء من بروتوكول وخطة تحمل اسم جسر لندن، وضعت لترتيب الإجراءات في حالة وفاة الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً، والتي قضت منها 70 عاماً ملكة حتى 2022. تعود النسخة الأولى لخطة جسر لندن إلى الستينات من القرن الماضي. منذ ذلك الحين كانت هناك اجتماعات مرتين أو ثلاث مرات في السنة لمختلف الجهات الفاعلة المشاركة في الخطة، نحو 12 إدارة حكومية والشرطة والجيش والمذيعون والمتنزهات الملكية للتدريب على تفاصيلها ومراجعتها وتنقيحها، ومن ثم إتلاف الإصدارات القديمة. لكن وثائق سرية مسربة حصلت عليها صحيفة بوليتيكو في سبتمبر أيلول 2021 كشفت عن الإجراءات للأيام التي ستعقب وفاة الملكة. بعد إجراء الاتصال الهاتفي الأول برئيس الوزراء البريطاني، سينقل الخبر إلى 15 حكومة خارج المملكة المتحدة. فالتاج البريطاني يحكم رمزياً في 15 دولة من دول الكومنولث. أما هنا على بوابة قصر باكنغهام، فسيعلق خادم القصر إعلان الوفاة لتعلن حالة الحداد في البلاد لمدة 10 أيام. في اليوم الأول ستنكس الأعلام على المباني الحكومية، وستعلن محطة بي بي سي خبر الوفاة بشكل رسمي، وهناك نسخة جاهزة يتم التدرب عليها منذ سنوات لذلك الحدث. وتمتلك كل مؤسسة إخبارية بريطانية رئيسية تقريباً أفلاماً ومقالات وفقرات إخبارية مسجلة مسبقاً جاهزة للبث في ذلك اليوم. ولن يتم بث أي برامج كوميدية على محطة بي بي سي والقنوات التابعة لها إلى حين دفن الملكة. أما البنوك وبورصة لندن فستغلق أبوابها لمدة يوم واحد احتراماً لوفاة ملكتهم. في اليوم الثاني وفي العاشرة صباحاً هنا في قصر سانت جيمس سيجتمع مجلس التنصيب الذي يعقد فقط عند وفاة الملك. أعضاء المجلس شخصيات حكومية رفيعة المستوى يعلنون رسمياً عن تولي الأمير تشارلز العرش ليصبح الملك الجديد. في الساعة الثالثة والنصف مساءً سيعقد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لقاءً مع الملك تشارلز. بعدها سيلقي تشارلز كلمته للشعب بصفته الملك الجديد، ثم يبدأ جولة إلى عواصم أيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا، ثم يعود إلى لندن. اليوم الرابع ينقل جثمان الملكة من قصر باكنغهام إلى هنا في كنيسة ويستمينستر، وتبقى لمدة 4 أيام في هذا المكان ليودعها أفراد العائلة الملكية وباقي الشخصيات البارزة من بريطانيا وباقي دول العالم. بعد ذلك يسمح لعامة الشعب بالدخول وتوديع الملكة. في اليوم العاشر ستدق ساعة بيك بيم في 9 صباحا بصوت مكتوم بعد تغطية مطرقة الجرس، ثم ينقل الجثمان إلى هنا في قصر وينسر حيث دفن والدها وتدفن إلى جانب زوجها الراحل الأمير فليب، لتنتهي بذلك أطول فترة حكم لشخص جلس على عرش بريطانيا.